معنى آيات وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله تعالى في سورة الداريات في وصف حال المتقين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويزيد البحث عن معنى آيات وبالأسحار هم يستغفرون وفضائل الاستغفار بالأسحار الثابتة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة وما يمكن الدعاء به في وقت السحر. إن معنى آيات وبالأسحار هم يستغفرون أي أن هؤلاء المحسنون كانوا قليلا من الليل ما ينامون، يصلون لربهم قانتين له ويرفعون أكف الضراعة إلى الله تعالى، يستغفرونه مما فرط منهم من ذنوب، ويلتمسون منه قبول توبتهم وغسل حوبتهم. ويعد وقت السحر من خير الأوقات التي يستحب العبادة بها وذكر الله. واجتهد العلماء في معرفة وقت السحر وما توصلوا إليه أنها الوقت الذي يبدأ من الثلث الأخير من الليل إلى قبيل طلوع الفجر، ولا يبقى وقت السحر كما هو طوال السنة، بل يختلف باختلاف الفصول وطول الليل والنهار. وبما أنه تم تقسيمها إلى 12 ساعة بالتساوي، فهذا يدل على أن ساعات السحر في الشتاء أطول من ساعات السحر في الصيف. وهذا الوقت الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل فيه للأرض ويستجيب دعوات الداعين ويغفر للمستغفرين. وبما أن الله قد خص بعض الأماكن للعبادة، كذلك خص بعض الأوقات التي يحب أن يتقرب إليه العبد فيها. وما نفهمه من أغلب الآيات أن أكثر الأوقات المفضلة لله عند عبادته هي أوقات الظلمة والليل واختلاء العبد بربه. فذكر في روايات عديدة أن الله رفع العذاب والشدة عن أهل الأرض كرامة لأولئك الذين يستغفرونه ويعبدونه في الليل وفي أوقات السحر. بل وثبت في بعض الأخبار أن صوت المستغفرين في الأسحار من الأصوات التي يحبها الله. قال الإمام الرازي: وفي الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه، ويستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره. وفيه وجه آخر ألطف منه، وهو أنه تعالى لما بين أنهم يهجعون قليلا والهجوع مقتضى الطبع قال: يستغفرون، أي من ذلك القدر من النوم القليل. مدح الله تعالى المتقين في هذه الآية الكريمة بالهجوع ولم يمدحهم بكثرة السهر، للإشارة إلى أن نومهم عبادة، حيث مدحهم بكونهم هاجعين قليلا، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى وهو الاستغفار في وقت الأسحار، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم ومن الاستكبار.